بدي الكل يفتح مخه ويصحصح معي. جهاز كشف الكذب صار عندي. هذا الجهاز مربوط مع اللابتوب قدامكم، راح تمركوا على كرسي الاعتراف وراح اسالكم كل واحد سؤال. اذا كذبتوا راح يخبرنا، واذا حكيتوا صح كمان راح يخبرنا. اخر مره رحت على المدرسه وما هربت. ايمت امبارح هذا الشخص يكذب. المصاري اخذتوه مني امبارح على اساس تحجي لي كتب ودفاتر ونواقص المدرسه. جبت فيهم النواقص، جبت طلبات المدرسه ونواقصي للدراسه. هذا الشخص يكذب. من اول شهر الماضي على الله 20 ليرة على الصف. هذا الشخص يكذب. ابو بدر انت متجوز على شيء؟ هذا السؤال فيه خربان بيت علي وعلى اعدائي. اسعوني هيك ابو بدر، انا دمي ما خليك تروح. تعال هون. تعال يا ابو بدر، تعال شوف البيت اللي اتجوز فيه. داي داي اقسم بالله العظيم حرام عليك. داي ما البيت كده صار مغطى حتى ايدنا. يخرب بيتك من حالي. داي ايه سعدي لا تحلف، محلوف عنك انت اصلا. يعني انت من كل عالك انا اذا بدي اتجوز بدي اجيبها اسكنها هون؟ ما انا شايف البيت قد مغبر وممثل، خلك البيت مهجور. اي حاجتك بقى حاجتك. انا كنت بدي اطمن، ضروري اطمن. هلا ايه وان شاء الله اطمنتي هلا مش الحال يعني. واعمل حسابك مفتاح هذا البيت يضل نسخه واحده ومعي انا بس، وبدي اضل بيت كفيل حتى يجي على بالي اقطع منه. بلكي انت عملت وجيت تجوزت وجبت العروس لهون مشان اخذناك واخذنا واشوفه مع باندا. وصلت وراح مجدوني. اقسم بالله العظيم مجدوني. هي واقعه على الدرج هي لما كانت صغيره. راح وبدا صار في كلاب بالطاقه. يلا ليكني جي جي ثراعيط كمان. وين الباي؟ ليش ما يساعدوني؟ طيب كله على اختك واخوك قاعدين مروه هنا عم بيت ستها. قبل ما نخلص نقول اغراض وطالعونا على البيت يخرب بيتك، لانه امك هيك فجاه قررت تيجي تسكن بهذا البيت كم يوم. يعني هن يفتحوا لي هيك واحد بيري وانا طالع كذا شنطه الاغراض لحالي بقى. شوفوا لك اقسم بالله العظيم كلمتين تاني بقوم انا بكرس، بقوم بتحول مباشره. بكفي امك عم تزن في راسي. روح على الدور اطلع طالع الاغراض تاعك بسرعه. حاضر 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 فورا. شي ماشي امبارح راح برقها هيك. ها ماشي انا بفرجيك. والله عشان اصبر ما عملت كده. انا عبون نزل اجيب الغراض. تمام ولا قوة الا بالله على هالنقلة هي. بدي كل يوم اذا بدي اروح على الشغل ساعة زيادة اروح على ساعة زيادة ارجع له، وكله مصاريف. انا بفرجيك يا موبايل اقسم بالله العظيم ابيعلك الصيغة. اذا انا شو الذهب اليوم؟ اذا انا السنارة شو الحق الذهب اليومين؟ حلو بتجيب سعر كويس، واذا ضفنا عليها القويتين والمحبس كمان. ابوي تعالوا عم بيحكي مع حاله. عفوا على الازعاج، صراحه انا ما كان بدي اضحك يعني، بس موضوع جدا مهم. بدي مصاري، عندي مشوار نازل. انا بالك عم بحسب بدي ابيع صيغه امك كرمال اوفر كاميرا زياده، وانت جاي لتطلب مصاري؟ خير مشان شو مصاري وليه؟ بدي مصاري، بدي انزل اتمشى انا ورفقاتي تحت بالحديقه يعني. وين كذاب؟ ولحتى اتاكد ما عاد شلت معي رشاط من نوب. صار في معي شيء احسن من رشاط. جا علي لشوف وين كنت بدك تروح انت؟ وش بدك؟ طالعين انا ورفقاتي ننزل نتمشى تحت بالحديقه. مشوه شباب محترمين جدا. هذا الشخص يكذب. اقسم بالله العظيم ما حدا عم يكشفكم غيره. بدك تقول حقيقه ولا استخدم اسلوبي انا مع بعض؟ بصراحه رفقاتي عاملين لعبه بلاي ستيشن كلهم رايحين وبدي اروح معهم. مصاري ما معي يعني مصاري فلوس. يخرب بيتك من حالك، رجعوا تتراهنوا وتروح على بلاي ستيشن وتخسر مصاري وتيجي تاخذ مني مصاري ويشرحوك ياهم. والله هيك نشاكك فيك. نولع ما في ولا ليره. اقسم بالله العظيم كنت عارفه بدك تقول هيك. انا عارفه بدك تقول هيك. والله حرام حرام حرام. لا لي تعنيف الاولاد يا حرام جردك على عقمك. يخرب بيت ونزع لي مساج. وين كنت انا؟ ايه كنا عم نرسم اذا انا خاتمين ومحبس. منين طلع على الموقع هذا؟ منين طلع؟ يخرب بيته من حاله. لك ما عم بقدر بحكي شغله كذاب. كل ما بدي لف ودور على الموضوع بطلع بتشوف اللي كذاب. بدنا نلاقي حل هالموقع اللي ربطه على اللابتوب. لحظه لابتوب؟ يعني اذا جبنا اللابتوب ولعبنا باعدادات الموقع وبدلناها بالعكس بقدر بعمل كل شيء بدي اياه. بدنا نعرف شلون بدنا نجيب اللابتوب بدون ما يحس ابوي علي. الله حيو الافكار. هي ما بعد اسوي لي كاس شاي حيني فيها على الغرفه اللي جوا. طيب تقنوني في حدا هون شيء؟ نفدنا شلون بدنا نبلش؟
لا هي بدها بركة. تشفير الاعدادات ما عم بيمشي حالك. الو ابو زيك، صاحبك هذا اللي بيهكر المواقع موجود؟ استناني تحت باب البنايه. يلا. اقسم بالله اذا ما انكشف ابوي بده يقطعه على راسي. الحمد لله، اقسم بالله العظيم ماني مصدق اني مرقت. منيح عالم كلهم مختفية. خلينا نجربه بقى. الله، انا بحب اختي خدوجه كثير. هذا الشخص يقول الحقيقة. يس الحمد لله وهو المطلوب. لحظة خلينا نجرب شغلة كمان بالعكس. انا ما بحب المدرسة ابدا. هذا الشخص يكذب. الله أكبر، يا عيني عليك، من هون ورايح هيك بلاش اشتغل بقى. وبتونس بيك. ايوه وانت معايا. بابا ايه ده، حرس 100 ليره مطلوبين مني. لا انت مالكتو، لا انت اقسم بالله. ولا لحظه، ليش لحتى اسحب النشاط؟ نسيت حقك علي. لحظه بس ارجع علي لشوف. لحظة بس شغلنا، ارجع علي لشوف ليش بدك 600 ليرة؟ امنع عيوني، تكرم عيونك. بدي 600 ليرة لأنه الأستاذ طلبهم مني، وكمان أنا عنده طالب بيشتغل كثير وبحبني. هذا الشخص يقول الحقيقة. يخرب بيتك من حولك الحكي إذا كان صحيح. إما كنت صادق أنت بسوك هي 600 ليرة. خرب ذوقك. لك ايه والله، ايه والله. وبالاخير يا ريت تفلح ولا بيطلع معك شو يعني. روح، الله لا يحرمنا منك. يس الله حيهم. من اول محاولة اخذت كتير. صفي عندي شغلتين، بدي اعرف شو اخذ منه السيارة، وبدي اشتري شي بدل جديد. بس شلون بدنا نشرح السيارة؟ شلون؟ يا ايه بدنا بدل زيت السيارة. زيت السيارة اذا ما بدل الموتور رح يحترق. بدعم بيعطيني مفتاح السيارة مباشرة. ولك يسعدني مسالة سيد الرجال، الله حيه يا كبير. بلا شو؟ نسيت اقول لك، ها زيت السيارة بده تبديل مشان الموتور ما يعطل. هي قلت لك لسه الاسبوع الماضي غيرته، هلا بدي اغيره مباشرة. خليك بحالك انت لا تصير فاهمين. بابا اسمع نصيحتي، لمبة الزيت مضوية يعني الموتور بروح. انا كرمالك عم بحكي صدفة. ولك يا اخي بدك تخاف على سيارتي اكثر مني، يعني خليك بحالك انت. يعني انا ليش لحتى اكذب عليك؟ إيه ليك اللابتوب جنبك، شغله وجربني اذا بدك. انا بحكي مشان مصلحتك والله، مشان لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت مصمم تاكل بهدلة مع شرشح عم رتبني؟ خليك لاشوف. قول مع اللابتوب. قول لي لاشوف. وهي شغلنا ايش كان بدها سيارة؟ عم بقول لك وانا عم بسوس قصدي وانا عم بمسح السيارة رأيت لمبة الزيت مضوية، يعني لازم يبدل الزيت كمان الموتور ما يسوي شيء. الحقيقة. شفت؟ أنا ليش لحتى أكذب عليك؟ الله يوفقك، بسرعة بسرعة تاخذ سيارة وتبدلها زيت بسرعة. لو ما صار شيء الموتور. سو هذول كل اللي معي، إذا انتقصت كمل مني حبا أنت. لا تاكل هم، امنع عيوني يا كبير أنت. إذا قلنا 600 زائد 700 صاروا 1300 ليرة. الله أكبر، والله خليك تفلس لسا طول بالك. ومفتاح السيارة كمان صار معي مشان المشوار. وهي لازمني بدل جديد بس. شو بدنا نشرحه حقه؟ شلون يا عبود؟ مع اني استخدمت كل الحجج، لازم اخلي شي حجة هيك لحتى ما ينكشف انه. الله لقيتها. المدرسة عنا عاملين حفلة للطلاب الاوائل بس، وانا من الطلاب الاوائل، وحتى اروح الحفلة لازم يكون في عندي بدل جديد.
الله حي على المخ اللي عندي، اقسم بالله لازم اكون شيء مخترع معاه، ان شاء الله يوافق بقى. لا حول ولا قوة الا بالله، شلون يعني الفرن ما عاد يشتغل؟ لسه امس اشتريته، طلعته بجهاز عرسي، يعني 30 سنة ما صار له. ما يتحمل 30 سنة، اقسم بالله العظيم غلط ما ضل فيهم بركة، ما ضل فيهم بركة. ما سلوش على عسل الأمور، يا حلو يا شطور. لا تعمل مخطوم، لأنه أنت سميك لدرجة كبيرة. خير؟ مصاري؟ ليش؟ مش قاد؟ الله يسامحك، بدل ما ترفع راسك فيني، كوليك هتدرسي عنها. عاملين حفل تتويج لطلاب الأوائل، وأنا منهم، وقالونا لازم تلبسوا بدلات جدد لحتى تجوا على الحفلة. بدل ما ترفع راسك فيني، بدي أشتري بدلة جديدة. ليش هالسلبة هي؟ انت ايه ما تصرت من اوائل؟ ايه انا بعرف اكتر شيء سادة بعيطه عليك انه وظيفك ما بتحله. هو صرت من اوائل وده انا عم اعزب حالي ليه هو اللابتوب تحطه جنبي مباشرة عشان اشغله واسمع مباشرة؟ انا اعزب حالي، انا برجع احكي لشوف ليش بدخل مصاري ومشان شو. ما معقول ما عم تصدقوني؟ المدرسة عاملة حفلة تتويج لطلاب الاوائل وانا منهم، وطلبوا مننا نجيب بدلات جدد لحتى نلبسهم ونطلع فيهم شكلنا حلو. الشخص يقول الحقيقة. يخرب بيتك من حالك، ايه ما تصرف من هواية انت؟ شو بدك مصاري؟ مو كتير، شغلة 400-500 تيرا بس، ما معي غير 300 تيرا. خذ روح دبر حالك انت مسوك. قولك روح، الله يرزقك، لا تاكل هم، بحط مني، شد عليك بدك تقنع شقد محترم ومهذب من هواية كمان. معوانة، تعي سوي لي اكل، رجعت انا اقعد بحط المصاري. ايه لا يا ايش هالسلبة هي؟ هلا عبادة صار من الأوائل؟ ما هو معي بنفس المدرسة على طول بياكل بهذا لأنه وظيفته ما حلو. هلا صار بيروح على الحفلة وعلى التتويج ومن الأوائل؟ في إلنا بالموضوع، في إلنا بالموضوع. لحظة، أنا بدي أجرب شيء. أنا خدوج، أنا آنسة خدوج، أشطر وحدة على دفعتي ومدرسة كلها. هذا الشخص يقول الحقيقة. فكيف؟ كيف؟ لحظة، بدي اجرب شيء ثاني، بدي اجرب. انا اليوم اكلت بهدل من الانسه. هذا الشخص يكذب. لك شلون هيك؟ ما انا اليوم اكل بهدل من الانسه، شلون هيك عم بقول غلط هسا؟ ما يا حقير يا عبادة، هذا العباد بيعتدلك الموقع، صغيرة صح عم بتقول غلط وغلط عم بتقول صح. انا لازم اخبر ابوي بسرعة، لازم بسرعة اقول له، ولا غير حتى اقول له. انا كمان خليني استفيد، انت كمان استفيدي خدوج، خلينا نكمل لعبه وكاني لا من شايف ولا ندري. هذا هو هايدا. اقسم بالله العظيم انت احسن ولد انا عندي، بيجي بيطمن عليك بدون ما ياخذ مصاري بدون مقابل. طبعا طبعا بابا، انا جيت اخذ اذنك، بدي اروح على الدرس. لانه نعم درسك الساعه اكثر من 7 رح يقدم المغرب. انا درسي ما هو الاستاذ مرته كانت مريضه كثير وكانت عم تولد، فاجل الدرس من الصبح لساعه 8 المساء. بلشنا نكذب. انا ايش حتى اوجع راسي معي؟ طيب انا بدي جاي عيدي لشوف وين شغلنا اللابتوب. ايش في عندك هلا؟ ما عم تدوني عهد، انا بدي خليتك ما عم تدوني ما عم تدوني. رح اقول لك انا رايحه هلا احضر درسي، لانه الاستاذ اجل الموعد من الصبح لساعه 8 المساء الدرس. الشخص يقول الحقيقة. الأساتذة جنوا ولا أنا اللي جنيت ولا في شيء عم بصير؟ أقسم بالله أنا ما عم بفهم. روحي بس لا تأخري، أقسم بالله العظيم حاسس في شيء عم بصير. أمن عيوني تشاو داد. لحظة شوي، أنا متجوز ناسي عجرم. إيش قلت لك أبو عبادة؟ عم بقول إنه مرتي أحلى من ناسي عجرم. الشخص يقول الحقيقة. شفتي هي ليك هو قال كمان صح. الحمد لله طلع جوزي بحبني. عبادة I love you I love you too. خرب بيتي ايش هالهبل هاد؟ شلون مرتي صارت احلى من ناسي عجرة؟ بلاش تخربط كأنه انت، بدي اتاكد لسه شغلة تانية. مرتي احلى من هيثا وهبي. هذا الشخص يقول الحقيقة. يخرب بيته لك هاد مو شغال، انا هذا الشهر اوضت 15,000. هذا الشخص يكذب. ولك شلون هيك؟ ما انا هذا الشهر اوضت 15,000. لك ايش عم بصير؟ ليش الحقيقة عم بقولها كذب والكذب عم بقول حقيقة؟ يا حقير يا حيوان يا عبان بالموقع انت، والله يا قلبي كان محسسني من الاول ونزلت اشتري فيني بهالمصاري.
طب انا اتصل على امي.